نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع دكتور فادية كوان أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اليسوعية. قبل ما نحكي عن زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بموضوع الحكومة، ذكرتي حضرتك أنه في ظل هذا الوضع مفروض الحكومة تشتغل طبعا. ومش ما يكون مقاطعة، ولكن بالسياسة يعني موقف لطيع الوطن الحر أنه بموضوع التعيينات وتمديد لقائد الجيش اللي بصير بآخر أيلول وطريقة العمل بالحكومة، يبدو أنه هناك عدم رضا، وبالتالي لا واضح أنه ما في رضا. ولكن الفريق اللي عم تذكره التيار الوطني الحر عنده صفة تمثيلية واسعة، وما بيسوى أنه تنعمل قرارات دون التفاوض معه، دون وجوده والوصول معه لتسوية. نعم، يعني هو عم بيضغط من أجل تسوية، ما فيهم يديروا ظهرهم يضلهم مكفيين كأنه شأن لم يكن، أنه البلد فيها شراكة. نحن أصلا عم نشكي من عدم سلامة القانون الانتخاب، ومنجي منضيف مشكلة إضافية أنه بناخد قرارات وبنمشي من دون ما تكون كل الفصائل الموجودة ضمن الحكومة بده يقول رأيه والرأيه بالداخل، في مكونات بالدولة، في مكونات بالكيان اللبناني. بالوقت الحاضر لازم نحن نلجأ إلى تسوية فيما بيننا، وأنا بعتبر أنه هذا ضغط، وتيار الوطن الحر بيمثل ناس ما رح يتخلى عنهم ويكب البلد بالمجهول. أنا برأيي هذا ضغط مثل الولد اللي بيبكي، لا لا أو أنه ما أنه ولد، نعم يعني بس يعني معنى الحكي شخص اللي عم بيشكي وعم بيضغط من أجل لا يحصل على تسوية، على تسوية ربما مش اللي بده إياه. بأكثر من مناسبة تيار الوطن الحر طلع بالعالي وقبل بتسويات. هلا عم نقوله أنه الكل يقول لو في مجال لتعيين قائد للجيش، والكلام من الرئيس بري والكثير من القيادات انه ما فينا نترك الشغور بقياده الجيش مثل الرئاسه. تيار الوطن الحر يدرك هذا الامر، المره الماضيه هيك صار ولكن عم يسجل موقف انه بالاخر مش كل الامور بتمشي هيك. طريقه التعاطي معهم اما بتخليهم يطلعوا اكثر بوتيره اعلى بالغضب، ونحن بنعرف غضب حزب الله ضابط الامور مع التيار، في حد معين لتحركه، معلمه للتيار، تيار بمرحله معينه انا تقديري ممكن يكون عنده سياق مختلف، يعني مسار مختلف بالسياسة، بيربح أكثر منه، ما في حدا واصي عليه، بيربح أكثر لأنه بمرحلة معينة هو أخذ موقف مبدئي مع حزب الله. لما دخل حزب الله بحرب سوريا تيار الوطن الحر كان عنده تحفظ على دخول حزب الله بحرب سوريا، فيما بعد كلنا كلبنانيين شفنا أنه كانت حرب استباقية دفع ثمنها شباب، عشرات ومئات من شباب حزب الله، بس بمرحلة معينة لازم ينتهي، ينفصل، يعني ينفك ارتباط بين الحرب بسوريا والوضع اللبناني. وكل الفرقاء اللبنانيين يلي أما أفرادا أو جماعات أو مؤسسات أو من وراء الستار أو من قدام الستار، يعني أنا برأيي تورطوا بحرب سوريا. اليوم لازم يكون في عودة إلى وضع اللبناني. والمسار السوري أنا تقديري من 5 سنين لليوم تغير، كان مسار محاولة تغيير نظام، اليوم صار اتجاه إلى تسوية. شو بعرفنا؟ واضح. على كل حال في مقال اليوم الأستاذ إيميل خوري بالنهار حول عودة حزب الله سواء كان خاسرا أو رابحا، وشو الموضوع الداخلي؟ ما في ربح بسوريا. نعم، بموضوع يعني العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، اليوم اللواء عم بتقول أنه قيادة حزب الله أبلغت الرابية وبالعنوان حزب الله لعون بري خط أحمر والحكومة مستمرة، وبالتالي ممنوع مقاطعة الحوار بطريقة ما، أنه مهم الحوار، والرئيس بري يؤكد على هذا الأمر حتى لو كان فقط من أجل الحوار، لكن لو ما عملنا حوار وكنا صرنا، يقول الرئيس بري. وموضوع الحكومة أنه ما تصل لحد مقاطعة أو الانسحاب من الحكومة، شوف مفروض الحكومة مستمرة. أوكي، بس هيدا بيكون بصيغة التمني، لأنه ما حدا بيملي على حدا شيء. أكيد أي فريق بيحب أنه اليوم يتطرف بيلتقى 100 جهة خارجية تدعمه بتطرفه، ونحن بمرحلة في إعادة نظر ممكنة بخريطة المنطقة، ما حدا بيملي على حدا شيء. نعم. هلا بالتمني طبعا بصير في اخذ وعطاء بين الحلفاء طبعا، ليش لا؟ لان انا عم بقول بشكل مستقل تماما عن القوى السياسيه انه بالوضع الحالي لازم الحكومه تستمر، وموضوع الحوار الوطني موضوع مهم جدا لانه بيخلق جو مناخ عام بيخلي الناس تبتعد عن التوتر ما امكن. نعم. وبالتالي حتى اذا لم يفضي الى نتائج الحوار الوطني ضروري، خطوه الرئيس بري خطوه حكيمه. نعم، الرئيس بري يقول ايضا انه الحل الانقاذي للبنان، وحضرتك ذكرتي السله، يكمن في التوافق على السله الرئاسيه والحكوميه وقانون الانتخاب ايضا، لانه آن الاوان ان نصل الى التفاهم والتوافق، لانه اذا بقت الامور هيك رح نعمل مكانها. صحيح. نعم. شوف انا هذا الكلام كثير فيه صواب، بس انا برايي في عند الجميع، بتعرف بالسياسه نحكي
وبكون براسنا في شيء تاني ربما، بس نحكي لأنه هالكلمة المناسبة بالوقت هيدا تنقال تعطي ردة فعل جيدة. نعم. أنا انطباعي أنه ما في تسوية بلبنان سياسية قبل أشهر، لأنه مرتبطة التسوية بلبنان سوريا. بما سيجري في سوريا. نعم. لذلك أنا تمني ونصيحة للسياسيين عموما مع احترامي لطلعاتهم والضغط على بعضهم والتفاوض أنه يصير في محافظة على الحد الأدنى والتوجه نحو حل المشاكل الحياتية بانتظار الحلول الكبرى. نعم. لأنه اليوم الحرب بسوريا راحت باتجاه حرب مواقع. يعني صار الفريقين الرئيسيين اللي هو المعارضة والنظام عندهم عدو ثالث هو داعش، عم بتم ضغط دولي عسكريا من قبل الروس والأمريكان وسواهم لتحجيم داعش ما أمكن. يمكن يصير مثل بالجزائر يصير تحجيم كبير لوضع داعش، وبالتالي بده يصير في بمرحلة معينة مفاوضة بين المعارضة والنظام. بس تروح الأمور بهذا الاتجاه ببلش الحديث الجدي عن تسوية بلبنان. بالجمهورية اليوم حوار أيلول، لا مبادرات ولا حلول، لأنه واضح لحد أنه كان قال الرئيس بري أنه أكثر ما تم تقديمه المعطيات ما في هلأ مبادرات، يعني الأمور مطروحة مثل ما هي. وهذا الحوار بخمسة أيلول مبدئيا يجب أن يناقش، أنا برأيي بموضوع أنه الانتخاب فين يوصلوا لتسوية بدون بعد عن تسوية. أنا أكيد أكيد أنه في بعيدا عن سوريا وبعيدا عن النفايات وبعيدا عن كل شيء قادرين يتفقوا. وساعتها نحن بالربيع المقبل بنكون قادمين على انتخابات قانون لمركزية، ما في شيء بيمنع أن يتم إقراره كمان في وتفعيل عمل البلدية. وأنا برأيي لازم الموضوع الأول لازم يتفقوا عليه هو موضوع كيفية إدارة النفايات ووضع أجندة ورزنامة يعني زمنية الملفات. بالضبط، انا برايي هي بتخلق ارتياح عند الناس تخلق. وفي قناعات عامه، في قناعات علميه يعني اليوم صارت في هي تكون اساس للحل. اذا ابتدوا ولو مختلفين خلي خلافهم حطوه على نار خفيفه ويروح، مثلا ما بيسوى يكون في شهور بقياده الجيش ببعض المواقع الرئيسيه لازم يتفقوا على التعيينات. بعدين ما ننسى نحن مش اولاد امبارح، بيصير في خلاف واشتباك وكباش عفوا على التعيينات، بصفي آخر شيء حصة إلي وحصة لإلك، عم تصير محاصصة. بينما التعيينات بالإدارات وبمواقع المؤسسات الرسمية لازم تكون على قاعدة الكفاءة بصرف النظر عن انتماء الموظفين الكبار، ولا يجوز أن يكون الموظفين الكبار مرتهنين لحدا ولا بطايفتهم ولا بغير طوايف. هيك لازم. إيه طبعا. صحيفة الجمهورية ودائما بين بقية كل أفريقيا بحط الحق، فريق بحط الحق بالتعطيل على الثاني، وصلنا سامعين على مدى سنوات. الجمهورية تقول أن الرابية لا تزال تعول على خطوة مرتقبة من الحريري بشأن محاولة الاتفاق على التسوية الرئاسية. المصادر الجمهورية للرابية بتقول تعليقا على دعوة الرئيس بري إلى وقف الدلع السياسي يلي قالها باحتفال أو ذكرى إحياء الإمام موسى الصدر اختفائه، نحن نحب أن نتدلع وبحق لنا لأنه نحن محرومين من التعيينات ومن الرئاسة ومن الحصص والمسيحيين، في حقوق مسيحيين كمان مهدورة. صحيح صحيح، بس هذا مش دلع، هذه معاندة سياسية. وكلمة رئيس بري في أكثر من طرف يمكن كل حدا فهم أنه اللطشة لألو. مزبوط صحيح. نعم. صحيح. على كلين نحن كشعب منقول أنه لازم يكون في جدية أكثر بالتعاطي مع الأمور اللي بالنسبة لنا بتبتدي بالأمور الحياتية وفيما بعد بتنتقل للأزمة السياسية اللي هي أزمة هيكلية بالنظام اللبناني. بس مش اليوم حلها، مش اليوم حلها. نحن في شيء أهم بالنسبة لنا. اسمح لي أحكي أنا كلام الناس، يعني بالإذن من الأستاذ مارسيل. فضل. يعني الناس اليوم بهمة الحياة اليومية عيشتها. أي بالزبط. أي بالزبط. من هلأ يمكن خارج السياق، ولكن في مرات القرار السياسي بيخلق مشاكل عند الناس، منها موضوع قانون الايجارات مثلا يلي عم بيختلفوا المستاجرين. قانون الايجارات فضيحه لانه الدوله ساهمت في تاجيج النزاع بين المستاجرين والملكين القدامى، يعني هذا شيء خطير صار. وانا برايي هذا لازم يصير في له معالجه سريعه قبل حتى قانون الانتخاب، لانه في مواد بالقانون تم ردها من المجلس الدستوري وهذه بدها اعاده نظر، يعيدوا النظر فيها. لانه اليوم نحن خلقنا نزاع يعني كانه نحن حطينا شروط الناس بوش بعضه. بالضبط. وهذا شيء خطير جدا، هذا حيؤدي الى عنف، والعنف الاجتماعي انا بحذر منه، ما بيعرفوا لوين بيوصل. نظام الرئيس مبارك والرئيس مبارك تحديدا كان معتبر حاله انه هو فوق كل الموجات، موجات الغضب. نعم. وبلحظه سقط النظام.
نظام بن علي سقط بلحظة، أنا عم بقول حيسقط الهيكل على رؤوس السياسيين كلياتهم إذا بقيت الأزمة الحياتية يلي عم تتمثل بموضوع النفايات، بموضوع قانون الأجارات، بموضوع إقفال المؤسسات الصغيرة يلي عم تقدر ما عم تقدر بقى تستمر تتغطي مصاريفها، ويلي عم تسكر موارد على عائلات، على عائلات فئات وسطى واسعة من موظفين وأصحاب مؤسسات صغيرة. هيدا شيء كتير خطير، وهيدا رح يؤدي إلى غضب ما رح يكون له سقف. والناس مرات بيشوفوا السياسيين يعني بيعرفوا أنه قادرين يعملوا لهم شيء، لكن مهتمين بشيء تاني. شوف الشيء التاني في شيئين تانيين، في الاهتمام من قبل بعض السياسيين أو أغلبيتهم، خليني أقول ما بدي أبدا سيرون، بمصالحهم الشخصية أو الخاصة، ولكن في كذلك أزمة سياسية ما بدي أنا أتجاهلها أو حجمها. في أزمة عميقة بالبلد، بس أنا بقول ما بنقدر نحلها اليوم، خلينا نحط سلم أولويات ونبلش بالأمور يلي بتهم الناس مباشرة، والأزمة السياسية ما بتجاهلها أنا، بحطها على سكة حل على المدى الوسط. على كل حال برئاسة الجمهورية مصالحهم الخاصة أنا طبعا ضده، وأنا مع هالوعي اللي صار متصاعد عند الناس اللي عم يشوفوا فيه أنه السياسيين إن كانوا بمؤسسات حزبية أو فتحين سياسة من بيوتات بين هلالين كبيرة تقليديا، عم بيحاولوا أنه يمرروا عبر طرق تقليدية جدا السلطة من عائليا ويأمنوا مصالح لبعضهم وكذا، عم بتصير بكل الأحزاب وكل الطوائف، يعني ما حدا غير بيته من إزاز بيناتهم، والناس شايفة، الناس شايفة. بموضوع رئاسة الجمهورية حكينا أنه زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون السياسية توماس شانون، وهي زيارة المرة الأولى من زمان ما جانا مسؤول أمريكا رفيع في هذا التوقيت بين موضوع انتقال الإدارتين بالولايات المتحدة الأمريكية، أكد استمرار وقوف بلاده إلى جانب لبنان، ولكن الولايات المتحدة ما فيها أن تقدم حلول للقضايا الداخلية. سقف التوقع وقعات للزيارة كان يعني منه هالقد عالي، ومثل ما قال الفرنسوية انه الحل بايدكم، نساعدكم بس انتم بدكم تشتغلوا. صحيح، بس انا برأيي امريكا عندها هموم اقليمية، ولبنان هو شجرة ضمن غابة. زيارة طبعا نحن بنرحب بزيارات مسؤولين، مرحلة انتقالية، ما في رؤية شو رح تكون السياسة الامريكية المقبلة، ولكن قد تكون استطلاعية لما هي الأوضاع بالبلد. لا بأس، ولكن أنا برأيي بالمناسبة خلينا نستفيد من حضوره، لازم يزوروه كان قلعة جبال ومرفأ جبال ومواقع سياحية مثل معلبك. هلا بعده مكفي بالزيارة، يمكن بعد لازم يزور جبال ويزور معلبك ويزور مواقع سياحية أثرية بتبين قديش لبنان عنده كنوز دفينة وقديش هالبلد متجسر بالتاريخ. لازم خلينا لحق المهرجانات قبل المهرجانات. على كل حال مثل ما ذكرنا قبل شوي، الأستاذ إيميل خوري بصحيفة النهار يقول ويرى أنه سياسي مخضرم ما في إمكان التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية قبل معرفة مصير الوضع في سوريا، وحضرتك ذكرتي هذا الموضوع، حتى إذا عاد حزب الله من ساحة القتال كيف بده يتصرف لبنان سواء عاد رابحا أو خاسرا، وبالتالي في حال كان النظام أو النظام الجديد بسوريا يناسب حزب الله يمكن يطلب أثمان حزب الله لأنه شارك في هذا القتال، وفي حال كان لا قد لا يسعى إلى خلق مشكلة، يقول السيد إيميل خوري. ولكن بالحالتين قلتي حضرتك ما حدا بيرجع ربحان من سوريا. لا، أو بلبنان ما بقى في حدا يطلب يندفع له شكات، لأنه الكل مش راضي والكل معتبر أنه إله على الآخرين، هذا المنطق ما بقى يزبط وما حدا بيطلع ربحان من سوريا. سوريا رايحة لتسوية، حتى كلام السيد حسن نصر الله بالمرحلة الأخيرة انتقل من كلمة استعمال كلمة الانتصار والفوز إلى استعمال كلمة التسوية، وهذا كلام فيه واقعية وفيه تعقل، وأنا برأيي هو لأنه بيأثر كتير بجمهور حزب الله. هالكلام بينقل الناس من مناخ إلى مناخ آخر، وهذا برأيي فيه كتير من الأمانة ومن الصدق من قبله. اليوم الحديث هو عن تسوية بسوريا، وممنوع حدا يرجع يقول أنا منتصر برا أعطوني بعد ودفعوا لي. حزب الله وعموما من يمثلوا حزب الله وحركة أمل من اللبنانيين كان عندهم شعور بالانزعاج منذ الطائف، أنه هني ما أخذوا القدر الكافي من الحصة ضمن النظام، خاصة أنه ضمن هالطائفة كان في نضال كتير كبير وتضحيات لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. هلأ فاليوم الموضوع راح مطرح تاني، هلأ المحرومين هن المسيحيين، هيك
مش بس مش بس شوف كل الناس محرومة، مش كل المسيحيين ولا كل السنة ولا كل الشيعة. اليوم في جزر من الفقر بالبلد، بطرابلس في جزر فقر، بعكار في جزر فقر، البقاع الشمالي كل عمره فقير وبعده فيه فقر مدقع، بالجنوب انا بحيي يعني جهود اللبنانيين المغتربين اللي ادخلت يعني حياة الى الاقتصاد في الجنوب. وبالمرحلة السابقة وهالشيء ملفت، الدولة خصصت كتير أموال للجنوب وتم العمل على الطرقات والبنيات التحتية بالجنوب بشكل واسع، وهذا شيء ممتاز. نعم. لأن الجنوب كان له على الدولة اللبنانية وهي كانت مقصرة بحقه. نعم. بس ما بدي أبدا نربط الفقر بطوائف، نربطه بمناطق ببلد محددة. نعم. نحن بلاد جبال محرومة، بس أنا ما بقول المسيحيين محرومين. نعم. بقول بلاد جبال هي من المناطق اللي مهمشة كانت، يعني تاريخيا مهمشة وبقيت لما كانوا المسيحيين مترحرحين بالسلطة كانت مهمشة يسموها بلاد الدابة، ولما واليوم لما صارت السلطة بأغلبيتها عند سواهم كمان بعدها بذات الوضع. نعم. ماشي. على كل حال اليوم إذا ما نحكي بالتراتبية، رئيس الجمهورية بالأول قبل من إطار التسوية، قبل موضوع الحكومة وأنو انتخاب أو أنو انتخاب نتفق عليه ونعمل رئاسة، هذا إذا عملنا. أنا انطباعي أنه رح يصير في تسوية عليهم كلهم سوا. كلهم سوا. أنا انطباعي. قريبة؟ ما عندي معلومات، لا مش قريبة. مش قريبة. رح نتابع معك دكتور فادية كوين القسم الأخير من كلام بيروت، ابقوا معنا مشاهدينا.